كما تابعنا قبل لحظات من الآن، الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ ولاية جديدة ستكون ملأى بالتحديات كما استعرض جانبا منها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن جملة تحديات كانت قد مرت بمصر على مدى فترة الولاية الأولى وتعاملت معها الدولة على مدى السنوات الماضية، سواء كانت التحديات الأمنية أو تلك التحديات المرتبطة بالبعد الاقتصادي وكذلك بعض الأبعاد التنموية والاجتماعية. أشار إلى جانب منها الرئيس عبد الفتاح السيسي تم إنجاز بعض منها وسيتم استكمال هذه المسيرة على مدى السنوات الأربع المقبلة إن شاء الله، مدة الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي والتي بدأت مع أدائه اليمين الدستورية في مجلس النواب قبل نحو ساعة أو أقل قليلا. الآن سنحاول التعرف على طبيعة المنجزات التي تمت في محافظات مختلفة في مجمل القطر المصري. أسماء خليل ستنضم إلينا من الإسماعيلية، إبراهيم عزت من العاصمة الإدارية، مرن عادل من طريق شبرا بنها الحر، وكذلك عمر نور الدين من محور رود الفرج الضبعة. البداية ستكون مع أسماء خليل من الإسماعيلية، الإسماعيلية التي حظيت بمشروعات ومنجزات ربما لم تعهدها المحافظة على مدى عقود خلت، بالقدر الذي باتت معه محافظة محظوظة ومبختة للغاية. أسماء، مدينة الإسماعيلية الجديدة، قرية الأمل، جزء من مشروع 1.5 مليون فدان، حفر ازدواج في الممر الملاحي لقناة السويس، وكذلك محور 30 من يونيو، ستضعنا أسماء خليل في انعكاس هذا على طبيعة الحياة في الإسماعيلية وكيف تبدو نظرة المواطن الإسماعيلاوي لها. تفضلي أسماء. نعم، كما ذكرت محافظة الإسماعيلية هي المحافظة التي حظت بكمية كبيرة أو عدد كبير من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال الأربعة الأعوام الماضية تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. عن المشروعات التي تقام داخل محافظة الإسماعيلية والتي بدأت بحفر مشروع قناة السويس الجديدة والإزدواج الملاحي الجديدة، هذه القناة التي حفرت بطول 72 كيلو متر منهم 35 كيلو متر حفر جاف، وباقي المساحة كانت في التعميق في المجرى الملاحي. هذه القناة حققت إيرادات عالية في الأعوام الماضية، وحسب ما ذكرت التقارير الرسمية التي أعلنتها هيئة قناة السويس أن هذه القناة حققت في العام الأول يعني 275 مليون جنيه زيادة في الإيرادات في العام الأول لحفر هذه القناة. أما عن يعني التصريحات الخاصة بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحاته الأخيرة قال أن الأرقام القياسية التي حققتها هذه القناة الجديدة والإزدواج الملاحي أثبت أهمية هذا الممر الملاحي الجديد، ووضع قناة السويس في المكانة التي تستحقها بين القنوات والممرات الملاحية، وأيضا أهميتها في يعني حركة التجارة العالمية. أما عن المشروعات القومية التي تمس المواطن المصري أو المواطن الإسماعيلاوي تحديدا داخل المحافظة، هو مدينة الإسماعيلية الجديدة، وهي المدينة التي مقامة في الضفة الشرقية من قناة السويس ومن المجرى الملاحي الجديد. هذه المدينة يعني من المقرر أن تستوعب 314 ألف نسمة. هذه المدينة تضم 57 ألف وحدة سكنية، تم الانتهاء من المرحلة الأولى حسب ما ذكر اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية وأيضا اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية. هذه المرحلة وهي عبارة عن الحي الأول تضم هذه المرحلة 12244 وحدة سكنية. المدينة بتشمل 5 أحياء، هذه الأحياء يعني متكاملة. هذه المدينة ولأول مرة مدينة تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، المدينة متكاملة المرافق والصرف الصحي والمياه وأيضا المدارس ومباني الشرطة والمستشفيات، وأيضا هناك تم بناء مسجد على مساحة كبيرة جدا داخل المدينة، وأيضا كنيسة لإخواننا الأقباط. يعني المدينة بتضم 5 نماذج، النموذج الأول هو 90 متر والنموذج الثاني 135 و160 و175، ثم النموذج الخاص بالفيلات وهي يعني 260 متر للفيلا الواحدة. لا. هذه المدينة يعني تعتبر من الأحلام التي ينتظرها الشعب الإسماعيلي داخل محافظة الإسماعيلية، ومن المقرر أن تنتهي هذه المدينة خلال هذا العام، ولكن عن التقديم الخاص بهذه الشقق والحصول على هذه الشقق، يعني من المقرر حسب ما يعني اعلن اللواء كامل الوزير ان هذه المدينه ستكون متاحه للشعب الاسماعيلاوي وايضا الشعب المصري عقب الانتهاء من مشروع انفاق الاسماعيليه الجديده، وهم نفقين يمروا اسفل قناه السويس بحيث يعني يسهل على المواطنين العبور من والى شرق قناه السويس، بالتزامن ايضا مع اقامه الكباري العائمه كوبري الشهيد احمد منسي وايضا الشهيد ابانوب الذي يعني تم الانتهاء من
منهم في هذا العام. وأيضا هناك مشروعات قومية أخرى مثل قرية الأمل، هذه القرية التي انتهت وتم تسليم الأهالي الأراضي والمنازل الريفية، ويتم الإنتاج من الأراضي التي يتم زراعتها من صغار الخريجين، ويتم بيع هذه المنتجات داخل المنافذ الخاصة بمحافظة الإسماعيلية. وأيضا عن المشروعات الخاصة بهيئة قناة السويس، هناك مشروع الاستزراع السمكية المقام في الضفة الشرقية من قناة السويس. هذا المشروع يعني أيضا يتابع المواطن الإسماعيلاوي الناتج من هذا المشروع، يتم بيع هذه الأسماك في المنافس الخاصة بهيئة قناة السويس داخل محافظة الإسماعيلية. وإليك في الاستوديو. نعم أسماء خليل، هذا غيض من فيض ما تم إنجازه في محافظة الإسماعيلية. بعض هذه المشروعات تم افتتاحها بالفعل، والبعض الآخر في انتظار أن يدخل الخدمة فعليا، كمشروعات الأنفاق أسفل قناة السويس التي ينتظر أن تدخل الخدمة فعليا بافتتاحها في 30 من يونيو لهذا العام. أسماء خليل من محافظة الإسماعيلية، شكرا لك وستبقين معنا بطبيعة الحال. سنتحول مباشرة من محافظة الإسماعيلية إلى القاهرة في هذا الجانب، عمر نور الدين في محور رود الفرج الضبعة، هذا المشروع الذي دخل الخدمة فعليا، ونتابع جانبا من عبور السيارات الذي يبدو في الصورة مع عمر نور الدين، سينقل لنا جانبا مما تم إنجازه في هذا المشروع كجزء من الشبكة القومية للطرق باعتبارها كانت من بين المشروعات القومية التي تعهد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في بدء ولايته الأولى. تفضل عمر. عمر نور الدين، لا أعلم إذا كان الصوت يصل إلى عمر بشكل واضح أم لا، هو في محور رود الفرج الضبعة، واللافتة التي ظهرت اللافتة الإرشادية على الطريق أظهرت أن هناك نحو 335 كيلومترا تقريبا تفصلنا من بدء هذه النقطة التي عمر نور الدين لا يزال عندها في هذه اللحظة، وبين الضبعة في الغرب المصري، هذا المشروع الذي كان من بين كما ذكرنا من بين مشروع الشبكة القومية للطرق التي تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بها عند بدء فترته الرئاسية، كجزء من مشروع يخدم المنظومة الكبرى الاستثمارية المصرية باعتبارها من مشروعات البناء التحتية. أتحول إلى إبراهيم عزت في العاصمة الإدارية، هذا المشروع كذلك الذي تعهد به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت باكورة ما تم سماعه عنه كان في المؤتمر الاقتصادي المصري الذي عقد في شرم الشيخ عام 2015، رأى النور في مرحلته التمهيدية، هناك طرح لوحدات سكنية ما بعد العيد حسبما تعهدت الحكومة، هناك بدء للدراسة في بعض الجامعات التي ستبدأ بالفعل في سبتمبر المقبل في استقبال الطلاب وبدء الدراسة. إبراهيم عزت سيضعنا في طبيعة الصورة حيث هو الآن، تفضل إبراهيم. أهلا بك أحمد من العاصمة الإدارية الجديدة. هذا المشروع الذي يعد واحدا من أهم المشروعات القومية التي تولي الدولة اهتمامها خلال الفترة الماضية، كما ذكرت الفكرة وإشارة البدء الذي قالها السيد الرئيس في مارس 2015 في المؤتمر الاقتصادي الذي تعهد أن هناك خطة موضوعة ومرسومة بحسب التصريح الذي قاله هنذاك لإنشاء عاصمة إدارية جديدة هنا في هذه المنطقة. خلال الفترة الماضية زميلي أحمد يتسابق العديد من عمال مصر لوضع اللمسات النهائية ربما في العديد من البنايات هنا في هذه المنطقة لإتمام هذا المشروع. وإذا تحدثنا عموما عن موقع هذه العاصمة الإدارية، تقع العاصمة الإدارية الجديدة على بعد 45 كيلومتر من وسط القاهرة وحوالي 60 كيلومتر من مدينة السويس. تعادل مساحة العاصمة الإدارية الجديدة زميلي أحمد مساحة دولة سنغافورة، وسبعة أضعاف العاصمة الفرنسية باريس، وأيضا ثلاثة أضعاف العاصمة الأمريكية واشنطن. كل هذا بحسب البيانات والتصريحات الرسمية التي خرجت من هيئة الاستعلامات. إذا أيضا تحدثنا عن المساحة تحديدا فهي يبلغ مساحتها 170,000 فدان لتحوي العديد من البنايات والمباني، ربما كان باكورة المباني التي خرجت من هنا والتي انتهت انتهاء كامل هو كان فندق الماسة الذي افتتحه أيضا السيد الرئيس حينما
جاء إلى هنا ودشن هذه العاصمة الإدارية الجديدة. وأخيرا إذا تحدثنا عن مشروع الإسكان، أستعرض معك سريعا هنا هذه اللقطات، ربما الأولى، وكما ذكرت وكما تعهدت الحكومة المصرية أنها ستتيح الفرصة للمواطنين وحجز هذه الوحدات عقب أجازة عيد الفطر المبارك. بينما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فكرة هذا المشروع في مارس عام 2015، ولكنه جاء إلى هنا 3 مرات، بداية حينما دشن هذه المدينة في 11 أكتوبر عام 2017، والمرة الثانية زميلي أحمد حينما شارك الأقباط قداس عيد الميلاد المجيد هنا في كاتدرائية ميلاد المسيح، وأيضا هذا التعهد الذي قاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل عام حينما زار الكاتدرائية بالعباسية وتعهد ببناء أكبر كاتدرائية في منطقة الشرق الأوسط. جاء إلى هنا في افتتاح هذه الكاتدرائية وشارك الأقباط في صلاة أول قداس، وأخيرا منذ أيام قليلة في هذا الموقع تحديدا الذي أحدثك من خلاله جاء السيد الرئيس لتفقد الأعمال هنا في العاصمة الإدارية الجديدة وتفقد أيضا مسجد الفتاح العليم، وجاء ذلك تحديدا في 11 مايو عام 2018. الكلمة تعود مرة أخرى إلى زميل العزيز أحمد. نعم بيستوت. إبراهيم، لعلها الإطلالة الأخيرة لهذه الوحدات التي ربما ستطرح كما ذكرت بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك من قبل الحكومة، وحدات الإسكان في هذا الحي السكني الذي يشكل وكما أسلفت باكورة المنشآت الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة. إبراهيم عزت، شكرا جزيلا لك على الهواء مباشرة، ستبقى معنا بطبيعة الحال على مدى هذه النافذة والنوافذ المستقبلية. من إبراهيم عزت أعود مجددا إلى عمر نور الدين الذي على ما يبدو يصل إليه الصوت واضحا في هذه اللحظة في محور رود الفرج الضبع، حيث هو في هذه اللحظة قبل نحو 335 كيلومترا من الوصول إلى الضبع غربي مصر كجزء من مشروع الشبكة القومية للطرق. عمر نور الدين معه الكلمة الآن، تفضل عمر. شكرا أحمد. هذا المحور يمثل أهم المحاور من ضمن 5000 كيلو طرق أو نحو ذلك، 4800 كيلو متر طرق بين المطور وبين الجديد. هذا المحور الذي أقف عليه الآن، محور الضبع رود الفرج، هو أهم هذه المحاور لاستثنائيته من ربطه الضبع وربما السلوم في مرحلة أخرى، أي البحر المتوسط وأقصى غرب الجمهورية إلى أقصى الشرق عند العين السخنة ومن ثم سيناء، عندما يكتمل أيضا النفق الذي سيزدوج بعد ذلك، نفق مرور السيارات مع نفق أحمد حمدي. هذا الطريق تحديدا إن اجتزأنا محور الضبع سنتحدث عن 335 كيلومتر، هذا انتهى قبل أشهر ماضية، وإن تحدثنا عن محور رود الفرج فقط هو مرحلته الأولى انتهت، مرحلته الثانية لعلها ليست طويلة لكنها الأكثر أخذا للوقت نظرا لأنها تمر عبر جزيرة الوراق وفرعي النيل الشرقي والغربي بها، حيث سيبذل أو سينجز هناك الكوبري العائم الأكبر في العالم، وكما ستدرجه مصر لدى جينيس ريكوردز، الكوبري الأعلى أو الأكثر عرضا، الأكبر عرضا ب 64.5 متر عرض ككوبري معلق. ومن ثم سيكتمل هذا المحور الذي يربط ما بين العين السخنة والسلوم مع نهاية هذا العام، فقط مع انتهاء هذا الجزء والمرحلة الثانية التي تكلفت وحدها 5 مليارات من ضمن المليارات الأخرى التي أنجزت على هذه الطرق في خلال ال4 سنوات. نعم. الماضية. وأخيرا لا يسعنا قولا إلا أمرا واحدا قاله رئيس شركة المقاولون العرب، هذا المحور. نعم. هو أكثر ب40% من كوبري أكتوبر الذي أخذ 30 سنة، هذا المحور أخذ فقط أقل من 3 سنوات. عمر نور الدين على الهواء مباشرة من محور رود الفرج الضبع، شكرا جزيلا لك، ستبقى معنا بطبيعة الحال. ومنه نتحول مباشرة إلى جانب آخر من الشبكة القومية للطرق، طريق شبرا بنها الحر، من هناك ميرنا عادل تنضم إلينا، تفضلي ميرنا.
شبكة قومية للطرق والكباري، يسعى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تربط كافة أنحاء الجمهورية وكافة المحافظات، وهو ما الآن نراه ملموسا ومترجما على هذا الطريق الذي نقف به الآن، وهو طريق شبرا بنها الحر. طريق شبرا بنها الحر الذي يصل طوله 40 كيلومترا، عرضه من 8 إلى 10 مترات، مقسم إلى 4 حارات ليتسع أكبر عدد من السيارات ذهابا وإيابا. هذا الطريق الذي تكلفت إجمالية تكلفة بنائه كانت 3 مليارات ونصف المليار جنيه مصري، وعمل به ما يقرب من 33,000 عامل ومهندس وفني دأبوا على العمل هنا ليلا ونهارا لمدة عام ونصف ليخرج هذا الطريق إلى النور. افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 8 يناير الماضي ليبدأ في استقبال المارين عليه ولتيسير حركة المرور لاستبداله بالطريق القديمة أو لتخفيف الأعباء على الطريق القديمة الذي يمر به ما يقرب من 140,000 سيارة يوميا. فجاء هذا الطريق ليخفف سير هذه السيارات ويخفف الأحمال على محافظة القاهرة. هذا الطريق يعتبر الطريق الأول من نوعه في الدلتا حر الذي لا يوجد به تقطعات، وذلك أيضا للحفاظ على السلامة الكاملة للمارين عليه ولتجنب الحوادث والطرق بالطرق المختلفة والطرق السريعة. يخدم هذا الطريق 8 محافظات: الدقهلية والمنوفية، الجيزة، الإسكندرية، القاهرة الشرقية والغربية. هذه المحافظات يخدم هذا الطريق ويقدم لهم الخدمة الأمثل. وهكذا نستعرض وهكذا استعرضنا معكم أبرز المميزات وأبرز ما يعني يميز هذا الطريق، طريق شبرا بنها الحر. والكلمة تعود إليك أبو زيد. ميرنا عادل على الهواء مباشرة من بداية طريق شبرا بنها الحر، شكرا جزيلا لك، والشكر كذلك للزملاء عمر نور الدين من محور رود الفرج الضبع، إبراهيم عزت من العاصمة الإدارية، أسماء خليل من محافظة الإسماعيلية. شكرا جزيلا لكم جميعا، ستكون لنا عودة بطبيعة الحال على مدى ساعات هذا اليوم لتسليط الضوء على مزيد من هذه المشروعات. شكرا جزيلا لكم. الآن